مرحبا، نسوي اليوم كليج. عندنا بارات كتير، وعندنا طحين، عندنا زبدة، عندنا جوز، عندنا تمر. بدنا نستخدم بيكنج بودر معلقة، وبدنا كمان شي 20 جرام بس حميرة. نبلش بالشغل، وكل البهارات بدي اكتب لكم اياها جوا الفيديو. احنا ما نحط بس هيل مثل بالعراق، نحط محلب، جوز الطيب، ونحط قرنفل، نحط زنجبيل، سمسم، كرفة، كل هالأ تلقونها المكتوبات. نحط شوي حليب دافي فوق الحميرة، وما مالك سكر، ونخلي شي 10 دقات مع بعض. عندي كيلو طحين مقربل، بالبداية احط نص كمية الزبدة على كيلو 400 جرام زبدة، حطيله شي معلقتين زيت بس. هلا نفركه بدينا هيك كله، هيك لازم يكون نفركه بين ايدينا، صار مثل اطراف. حطينا السكر، وفوقه شي 200 ملل حليب، ندوبه كويس على البوتاغاز، على البوتاغاز. حطينا الزبدة بدلت، نحط كمان الحميرة، نحط البهارات ونخلط. هلا الدفعات نحط السكر مع الحليب ذوبنا، صار العجينة ما تلزق. خليها ترتاح، بعد نحط شوية زبدة على الوجه، نخلي ترتاح شي ساعة على المكان بارد، نغطي ترتاح. حشوة التمر، هلا تمر شيلنا الأجواء، حطينا معلقة زيت، وقلنا ندوب البوتاغاز بمصير الكريمة. عشان جوز مطحون نحط معلقة سكر بودرة ومعلقة مية ورد جوري. ساعة ونص ارتاحت العجينة، لازم ناخد كسمة ونمدوها على الطاولة. نمدو شي 1 سم، هيك راح نمد كسمتين على قد لوح التمر. حطينا لوحة التمر على العجينة،
راح نقطيها بعجينات تانية. دي بيض، نحط شوي فانيلا، نحط فوق الكريجة، نحطه بالفرن على 180 درجة. الفرن لازم يكون ساخن.
حطينا بالفرن على حرارة 180 درجة تقريبا شي 20 دقيقة. هذه هي وصفتنا للكليج اليوم، هي وصفة مشتركة، بندير ورقة والحسكة، حديت من بويا أراك، حديت من كل شيء، كل وصفة شو حبيت، وهاي صار نتيجة. المكونات راح تلقونهن جوا الفيديو، قسمي لكم واحدة تشوفون، هي لا قاسية ولا طرية هيل، هشة ريحتو يتجنن، كلها مهمتو بها الخير.